مرحبا مشاهدين مغربي ومسيحي اليوم عندنا قصة مختلفة وزوينة ديال واحد الأخ سميته مصطفى خويا مرحبا بك ربي بارك فيك خويا مصطفى بغيتك تعاود لينا على الحياة ديالك هذه 15 عام في المغرب يعني يعطينا واحد نظرة مم. على حياتك هذه 15 عام في المغرب أنا يا في عائلة فقيرة نعم نزاديت برجل معاقة مم. الوالد ديالي كان كيخرج كي للبحر الوالد ديالتي ما قارياش نعم. واحد الخطره الطبيب طلب من الوالد ديالتي باش تصنيف واحد الورقه باش هو يقدر يدير العمليه رجلي باش يتوافق لي بانها الطبيب هذا يدير العمليه رجلي وهذا الطبيب هذا كان كيدير ستاج آه، في واحد السبيطار وي دار العمليه خسر رجلي هرب من المغرب فجا الوالد ديالي من البحر شاف رجلي خسرات وداك الشيء مشى للسبيطار كيقلب عليه مشى لكازا قالوا له راه مشى مشى لفرنسا هرب هرب من المغرب واو المهم انا كنت كنحب الله نعم. واحد الدرجه اللي ما بغيتش نمشي الروض نقرا كما كيمشوا الاطفال بغيت نمشي للجامع نقرا القران ونحفظ القران كنت كتقرا القران؟ وي كنت كنقرا القران كنت كنصلي كنت كنصوم كنت من الصغار كنت آه انسان كنبغي الله بزاف نعم صح وكنت كنمشي بزاف للبحر كنجلس كنبقى نبكي كنبقى نشوف السماء كنبقى نصلي كنبقى نقول <تلب> الله كنطلب الله, الله. وكنقول علاش يا سيدي ربي خلقتني هكا رجلي معاقه وعلاش خلقتني هكا وانا كنعبدك وانسان مزيان وهذا الاطفال الاصدقاء ديالي اللي كيديروا كيديروا صحابك في في المدرسه صحابي في المدرسه والجيران ديالنا اللي اطفال مغابشين مثلا أه. كنشوفهم كيجروا كي ورجليهم قادين وكنقول علاش انايا من دون الناس رجلي ما مقداش وكانت عندك مزيان علاقه مع اصحابك مع العائله ولا أه ما كانوش كيبغوني كتعرفي ذاك المجتمع في المغرب صعيب العراج هادي يعني كانوا كيعايروك وي خصوصا تقريبا حتى في العائله كاين اللي ما كيرضاش ما كيرضاش بيك ما يقول يرضاش يقولك لك بان انت راك العائله ديالنا رجليك في المدرسه كاينين شي معلمين حتى هما كيعايروك كي هذاك العراج كي المدير الاطفال كل شيء صح كان حس براسي بحال انا جيت من شي كوكب وتحت ما بصح مق... آه. ما كنتش مقبول وكنت بزاف كان بكي وكنقول الله علاش 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 على درجه ديال حياتي كانت صعيبه شي شويه لواحد الدرجه اللي معاش داك الحنان ديال الام آه. كانت الام ديالي والوالد ديالي ما كانوش متفاهمين بزاف كانوا مفاصلين ومطلقين كانوا مزوجين انما آه. ديما مخاصمين ديما آه. فاش كنسمع داك شي كنت كان كيبقى فيا الحال كنبقى نبكي كنبقى كنبقى نشوف داك شي. المهم كان الوالد ديالي مثل أم مثل أخ مثل صديق مثل فيه كل شيء يعني كانت عندك علاقه قويه بالاب ديالك وي الوالد ديال ديالتي ما كانش كتبغي هكاك فاش ما كيكونش هو كتنتقم فيا كتبقى تعذبني كتبقى تضربني كتبق. كت... وي بحالاش كتعذبني مثلا بزاف د الحوايج الام ديال الام ديالي وي واو كتبي تقجني كتقول لي انا كان انا قتلك من الاول شي حوايج اللي واش غير حيت كنت انت كتقر قريب لباك ولا حيت على ود الرجل ديالك يعني كانت معاقه ولا كيفاش كنت قريب من الوالد ديالي واحترج رجلي عاوتاني كنت معاقه و... وكنت لواحد الدرجه مثلا الناس شي مرة كبيره دولي عفا ولدي عاوني كنعاونها ونهز ليها وكتشوفني الوالده ديالتي كت كتضربني كتضربني بزاف علاش عاونتيها حيتاش انت رجليك مضروره وكتعاون الناس كنت انا هكا وعاوتاني آه. حتى ديك فاش كيعايروني الاطفال هذاك العرج هذاك العرج آه. كل اللي كيبقى في الحال كنضربو <applause> كدافع على راسك بعدها. كان بعض المرات كان كيجيني واحد الضغط <applause> كان دافع على راسي امي آه. آه. كتبقى تضربني بزاف آه. آه. هادي هادي باختصار عاودتي على على الحياه ديالك اشنو طرا فيها شنو طرا قبل يعني من مباشره يعني كيفاش حتى طرا هاد التغيير في الحياه ديالك وهذا الشيء اللي كنشوفوا دابا كنت تعرفت بواحد العائله فنلنديه اللي كنت تعرفت عليهم من طرف واحد الجمعيه نعم اللي كنت كنت مشارك فيها كنت هذه الجمعيه هذه كانت كتعاون المعاقين كتعطيهم انا قلتي آه. مساعده كركبوا في الطوبيس فعبور فابور فابور آه. اها هاد المدير هذا كنت عزيز عليه انا واحد الخطره كان عنده شي فينلنديين وجا عرفهم بنا نعم في الدار آه. وتخلقت واحد العلاقه ما بين هاد الفنلنديين اها واحد الخطره جات عندنا هاد العائله الفنلنديه نعم آه. وكتعرفي الثقره المغرب آه آه. كيرحبوا بهم آه. كيطلعوا آه. كي فيهم آه. هاد الفنلنديين فرحوا بزاف اللي تهلاتوا فيهم ورحبتوا فيهم بديك التعامل ديال التقاليد ديالنا حنا <أحن> 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 المهم فاش مشاو مش في رجعوا لفنلندا هذا السيد الفنلندي اتصل بواحد المغربي كيعرفوه كي هو صديق ديالو قال <أحن> ليه واش ممكن تمشي عند هاد عند هاد العائله هادي وتاخذ منهم الاذن <أحن> واش ممكن واش ممكن هاد العائله الفنلنديه نعم الى هاد الدري ولدكم ويجيبوه لفنلندا يديروا لي العمليه يعاونوه يعاونوا على هاد رجليه هذه باش يشوفوا شي حل واش ممكن يساعدوه واو اللي يقدر الا الصور جاء عندنا السيد المغربي هاد الصور ديال رجليه سيفتهم لهاد العائله الفنلنديه نعم مهم. باش هما قداو دوك الصور ووراوهم للدكاتره اطباء اخرين اطباء آه. اللي كانوا في فنلندا مهم. هاد الناس هادو عائله ما فحلهاش هاد السيد هذا هاد الفنلنديين هادو اللي بغاو أه. هاد السيد هذا كيخدم في واحد الشركه ديال اللحم بزار وهاد السيده هادي كتخدم في السوبر ماركت اها داو واحد الكريدي باش هما يقدروا يجيبوني كتعرفي فاش خداو كريدي من البنك كريدي ديال البنك باش هما يقدروا يجيبوني ويخلصوا هادشي ديال واو. ديال المستشفى وهادشي ديال الطبيب وهادشي ديال السفر ديالي كامل يعني كتشوفي كيفاش انسان ما عندوش وكيلا كريدي باش يساعد واحد الانسان اللي كاين في واحد الدوله اخرى باش يعاونوك باش يعاونوك وهاد العائله هادو نعم. من الاول قالوا لهذا المغربي يقول لها العائله المغربيه بأننا نحن غادي نتهلاو فيه بحال ودنا أه. وغادي نحترموه ليه غادي الدين أه. ديالو كيما هو ما غاديش نبدلوا ليه دينه ولا غادي يعني قالوا العائله ديالك انهم راه ما غيتدخلوش ما ولا و... غادي يقولوا لها الدري على شي ديانه اخرى يتعرف عليها ولا نهائيا نهائيا المهم استغرق واحد الوقت ديال باش بديت كنصيب الباسبور وبديت كنوجد باش باش نسافر لفنلندا اه. واحد الخطره سمعت القنصله وافقت وسافرت لفنلندا مزيان فسافرت لفنلندا كان واحد الاستقبال فاش جاو هاد الناس هادو يجيبوني من المطار واحد الاستقبال رائع واو wow. جا السيد هو بنتو جابني داوني للدار <مت> كانت هاد السيده هادي ولادها ولاد ولادها كلهم كيتسناو بحال اللي كيتسناو شي مولود غادي تولد جديد واو wow. مصيبه ليا البيت ديالي موجده كل شيء جديد <applause> تهلاو فيك تهلاو فيا ومن ديك الفرحه كل شيء كيعنقني wow. تقريبا كاين اللي كيبكي بواحد الفرحه فاش غادي يشوفني وهما ما كيعرفوكش يعني سمعوا عليك سمعوا لي فاش هاد العائلة عاودت عليهم بأن هاد هاد الدري اللي غادي نجيبوه وهو هادي وهادي كانت واحد الفرحة رائعة أنت ذاك الوقيتة باش حسيتي؟ حسيت بواحد الفرحة يعني واحد جيتي شوف جيتي من واحد الأسرة وكنتي يعني معذب ودوزتي بزاف الألم ولقيتي ناس كيحبوك ومحتضنينك باش حسيتي؟ تقريبا نقدر نقول لكم معجزة حيتاش واحد واحد الإحساس اللي هو غريب وحتى داكشي اللي شفت صار في حياتي مم. تبدل مم. كنت كنعيش بحال قلتي مقهور محقور كان كنفكر حسن كاع نموت من هذه الحياه مم. فجأه كنلقى راسي في العائله اللي هي كتستقبلني بواحد الحب بواحد الاستقبال رائع خويا مصطفى ما سخيتش بالهضره معاك ولكن حنايا مضطرين نساليو دابا وغنعاود نكملو معاك في المره الجايه ان شاء الله شكرا شاء الله. لك شكرا, شكرا.